عليكم بنات، اهلا وسهلا بكم. عندكم اسيا غنبدا لكم مده طويله وانا رجعت لكم اليوم. كما كتشوفوا شوفوا الجلابه كي دايره، جلابه اللي واعره كتحمر على الناس اللي كتشوفوا جلابه بهذا العقيق. هذا اللي جلابه طوندونس مقبولين هاد الجديد اللي كنت شحال بعت منهم وخا ما تصورتش بهم، وريتهم غير فيديو تخفيف وتبعوا تبارك الله. المهم بغيت اليوم نشارك معكم التلوينه ديال هاد البنات، ومرحبا بكم والف مرحبا. كما كتشوفوا دائما خصكم اسيا كتنوعكم بالجديد، معليها غير تصفوا معها رقم الواتساب ديالنا 0719 79 21. ومرحبا بكم الف مرحبا. كما كتشوفوا اللعبه ديالنا هي هادي اللي بغات الوان ديال البنات. البنات كما كتشوفوا جبنا لكم هذا اللون هذا، ومعنا حتى سكينه كتشوفوا كتحسوا شويه باش نبانوا لكم مزيان. كتشوفوا جلابه نفس الموديل، هي مختلفه غير في اللون البنات. كي كتشوفوا شو جلابه كي جايه واعره. ديري سكينه هكا الكاميرا باش يبان كلشي هاك صافي. يلا كتزيد هي حزو باش يبان الموديل. نتمنى البنات يعجبكم هذا الموديل هذا اللي ورينا لكم فيهم، فيه الوان كتشوفوا. نوريكم الموديل اللون الثاني، شوفوا البنات هو هذا اللون الثاني كتشوفوا. كنتمنى البنات يعجبكم هذا اللون هذا. المهم واتساب بيناتنا، الواتساب البنات. مرحبا بكم الف مرحبا، خليكم معنا تشوفوا اللون الثاني. كيف كتشوف قبل اليوم تي لاصقه فيا صاحبتي وبعدين او تبعت. المهم البنات حنا جينا لكم بالاورانج البنات. شو جيتي سكينه شنو لابسه لنا اليوم؟ يا جوري يا جوري انا شوفوا كي جات سكينه فوكوس ياك. انا شوفوا 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 الجلابه كتحمق، شتي الجلابه كتحمق. شوفوا البنات وريت بحال اورانج ها سميتو يا جوري. كما كتشوفوا كي جينا لكم البنات خيونا واحد الكومنتير زوين من تحت. كما كتشوفوا المهم بنات رمضان على الابواب، بقات لنا اسبوع فقط البنات. واللي بنات تلبس جلابه زوينه بحال هادي معليها عاد من توصل سكينه اسيا كوليكسيون. اسيا كوليكسيون مرحبا بكم الف مرحبا. اللي ثمن يجي دمو ناسي شحال ثمن سكينه؟ 600 درهم. 600 درهم 6000 ريال لا غلى على مسكين. 6000 ريال 6000 ريال باردون سمحوا لي. المهم المهم انا كنفهم غير بالريال بالدرهم يا ربي. المهم 6000 12000 ريال و300 درهم و30 اورو 60 اورو البنات. المهم باردون كما كتشوفوا البنات حنا دائما لوك جديد انا وسكينه ياك. كما كتشوفوا نضرب سكينه شويه كيجيك الموديل زوين الصراحه، وكيجي مخوف في اللبسه وشيك ياك. وماشي تقدر تلبسيه حتى ملي تبغي تمشي لشي اسبوع ولا شي حاجه بحال هكا، شي اسبوع شي مناسبه خفيفه. حيت دابا انا كبيره مشيت لاسبوع لبست لغوج واعره وعلاش كتحط لاسبوع لبست لغوج الناس بدات لها عطي فولاغ فولاغ هذيك ديال صوفيا راه حطيتها في الانستغرام. بغيتي تشوف دخلوا الانستغرام وتجمعوا لينا. مرحبا بكم والف مرحبا. المهم حنا دائما الجديد الجديد مع اختكم اسيا ومع اختكم سكينه كيف ما العاده. المهم البنات خليونا تعليق كي جاكم هذا الموديل هذا، ما تمشيو فين خليكم معنا البنات. كما كنشوفوا كما كتشوفوا البنات بلو مارين لابسه معكم بلو مارين، وهذه لابسه البلو سيال، وهذه لابسه سكوكي. كما كتشوفوا البنات شوفوا كي جاكم جلبات واش زوينين. شوفوا بلو والبلو سيال البنات، قولوا لنا كي جاكم هاد الجلبات هادو، خليونا شي كومونتير زوين بحالكم. كتشوفوا دائما الجديد دائما الجديد خليكم تشوفين. البنات كيف ما كتشوفوا عدنا لكم من جديد. البنات كيف ما كتشوفوا عودنا لكم من جديد. شوفوا شوفوا جلابتي انا هي الاولى بعد ياك اختي سكين. شوفوا جلابتي كي جاتكم فوشي جلابتك حلو جلابتك جلابتي اللي قسم جلابتك حيدي عليا الهي. شوفوا شوفوا الفوشي راه بلغوه حالته جلابتك.
هاي البنات كما كتشوفوا حنا كنضحكوا معكم فقط البنات. كما كتشوفوا الجلابه ديالنا ديال اليوم صراحه كتحمق، درنا فيها الوان موديل غزال 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 بزاف البنات. كما كتشوفوا كاين لكم موديل مزيان، شوفوا الموديل كي جاي البنات، جاي واعر هماوي البنات هماوي. كما كتشوفوا اللون ديالي في الفوشي كتشوفوا، وسكينه في البلوار كيفما العاده. المهم البنات كنتمنى يكون عجبهم هذا الموديل السكينه. لا لا زوين طبيعه الحال، عجبكم البنات واللي عجبتها شي حاجه ما خليها دير عندنا واحد كومونتير زوين، وتخلي واحد التعليق كيحمق البنات. وكما كتشوفوا دائما فيديو جديد مع اختكم اسيا ومع اختكم سكينه، مره عليا ومره عليا كما كان هذاك، ولكن لا في رمضان يوليو يشوفونا بجوج جوج في رمضان ضروري غادي تشوفونا بجوج انا وسكينه. المهم البنات كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالنا ديال اليوم ويجيكم خفيف على قلوبكم، ودائما الجديد تبارك الله تبارك الله عليكم وكنحماق عليكم. رمضان مبارك سعيد، الله يدخل عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله باش كتمناو، والله يخلي لكم العزيز عليكم بطبيعة الحال، ورمضان كريم الله يدخلوا لنا كامل جميع المسلمين ان شاء الله بالصحة والسلامة وطولة العمر ان شاء الله. خليكم معنا غدا ان شاء الله فيديو جديد كسكينة ان شاء الله دائما الجديد. باي سلامة.